مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اتخذت حكومة سعد الدين العثماني قبل قليل قرارا رسميا يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم الاثنين عوض الخميس كما جرت العادة في ذلك. القرار الحكومي ينص على تمديد حالة الطوارئ ببلادنا إلى غاية 10 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. للإشارة، فإن هذا القرار كان متوقعا في ظل التدهور الذي تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأسابيع الماضية بسبب سرعة انتشار العدوى التي تميز المتحور دلتا، وكذا الاستهتار الكبير الذي يتعامل به المواطنون مع الجائحة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.